السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في حلقة جديدة من برنامجكم تراحيب. مساك الله بالخير يا مرحبا يا خالد. مرحبا ومسهلا، حياكم الله مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة راح نسلط الضوء خلال فقرة مستقبل قطر على مراحل الانتهاء من حديقة ومنتزه الخور الجديدة، وأيضا بتكون لنا وقفة مع مشاكل انتهاك الخصوصية عبر الانترنت، وأيضا خلال جولتنا على المراكز الشبابية راح نتعرف أكثر على مركز الذخيرة. نعم يا خالد، وكذلك نتوقف إن شاء الله تعالى عند عدد من الفعاليات والأنشطة البارزة اللي تتشهدها بلدنا الحبيبة قطر. نعم بإذن الله تعالى، وبنبدأ وياكم بإنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجاز بلدنا الحبيبة قطر، فما عاد مفاجئا احتلال قطر مراتب متقدمة في أهم التقارير العالمية ذات الصلة ببناء مجتمع مزدهر، لأن الدولة اعتمدت عملية تنمية لا تزال مستمرة بتسارع متزايد غير مسبوق. نعم، آخر هذه التقارير صدر عن مجموعة بوسطن الاستشارية واضعا قطر في مقدمة دول العالم في الرفاهية، التفاصيل بنتابعها في هذا التقرير. لا يكاد يمر تقرير دولي دون أن يؤكد مرة أخرى مكانة دولة قطر كدولة صاعدة بسرعة قياسية إلى مصاف دول العالم المتقدمة. وها هو أحدث تقرير أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية يورد أن قطر تفوقت على معظم دول العالم في معظم المجالات، من بينها الدخل والتوظيف والصحة والبنية التحتية وتساوي الدخل والمجتمع المدني والحوكمة، وذلك وفقا لنتائج دراسة تقييم التطور الاقتصادي المستدام في الفترة الراهنة. وقامت المجموعة في دراستها التحليلية الشاملة التي تعتمد على الحقائق بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة وأداء تلك الدول في تحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام مستويات الرفاهية باستخدام ثلاثة عناصر، هي الاقتصادات والاستثمارات والاستدامة، تغطي 10 محاور رئيسة تتضمن الاستقرار الاقتصادي والصحة والبيئة والحوكمة. بقي القول إن مجموعة بوسطن الاستشارية تعد واحدة من أرفع الشركات الاستشارية في العالم، تأسست عام 63 ولها مكاتب في 42 دولة. وفي فقرة مستقبل قطر لهذا الأسبوع نسلط الضوء على التطور العمراني الكبير الذي تشهده مدينة الخور حاليا، وذلك باعتبارها متنفسا حقيقيا لمختلف مناطق الدولة نظرا لموقعها الطبيعي والاقتصادي والتراثي والسياحي. نعم حمد، وخلال أيضا وقت قريب سيتم الانتهاء أيضا من إنجاز حديقة ومنتزه الخور الجديدة، وللمزيد حول المنتزه الجديد والمشاريع المستقبلية بالخور معنا في الاستديو المهندس طارق التميمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الخور وذخيرة. مرحبا ومسهلا فيك، حياك الله في استديو طارق. مرحبا ومسهلا فيك. قبل ما نبدأ أعزائي المشاهدين بنبدأ يعني وياكم تقرير يبين لنا الصورة عن هذا المنتزه، وبنبدأ من بعده حوارنا. حديقة الخور واحة خضراء ولوحة بيئية جميلة تضاف إلى مجموعة الحدائق العامة في قطر. تقدم الحديقة حوالي 240 ألف متر مربع من المساحة الخضراء الشاسعة المخصصة للتنزه وقضاء أوقات الاسترخاء والاستجمام بعيداً عن ضوضاء المدينة وصخبها. Thank you.
تنقسم الحديقة إلى أقسام عديدة، وتوجد فيها ملاعب للأطفال مظللة بالكامل ومصممة وفق أحدث معايير السلامة للصغار. وهناك مسجد يتوسط الحديقة وأماكن لممارسة رياضة التزحلق والقفز للشباب، ومرافق ترفيهية للعائلات، ومنطقة للمطاعم وملاعب للميني جولف، ومسرحا صيفيا وسط التلال الخضراء الرائعة. وتضم الحديقة قفصاً للطيور بشبكته الضخمة، والذي سيحتوي مختلف أنواع الطيور من البيئة القطرية ومن غيرها، حيث يبلغ طول القفص 140 متراً وعرضه 80 متراً وارتفاعه 40 متراً تقريباً. وأكثر ما يميز حديقة الخور هو قطارها الصغير الذي يسير على سكة حديد تحيط بالحديقة من كل جوانبها، ما يمكن الزوار من التجول بين المرافق المختلفة، إذ يمر القطار في مسيرته على جسر صغير وعدد من الأنفاق التي تم شقها بالحديقة لإضفاء نوع من الإثارة والحماس على الرحلة. أصبح تطوير الحدائق العامة في الدولة ذا حيز مهم في حزمة المشاريع العمرانية في قطر، وأخذ يبرز جيلاً جديد من الحدائق والتصاميم التي تختلف بشكل جذري عن الحدائق التقليدية. شفنا وياكم مشاهدينا هذا التقرير يتكلم عن حديقة الخور، يستهلون هالخور ويستهلون أكثر. المهندس طارق التميمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الخور والذخيرة، يعني احنا شفنا هذا التقرير اللي يتكلم على حديقة الخور الجديدة، ويعني معلومات وافية، لكن وجودك معنا بعد نبغي منك معلومات أكثر. وين مكانها بالضبط في الخور الحديقة دي؟ هي طبعا تقع في الحدود الإدارية لبلدية الخور، نفس الموقع القديم. كان نفس الموقع القديم بالضبط، كان فيه منتزه طبعا تم افتتاحه في سنة 1983. الآن الحديقة الحالية تقريبا في جزء كبير منها زائد لها امتداد من الشرق، أقرب ما يكون لها من التقاطع الرئيسي من طريق الشمال، وتصل فيها طبعا إلى الحديقة. مساحتها في حدود 240 ألف متر مربع، وتعتبر من أكبر الحدائق الموجودة في قطر. يعني مثل ما شفتوا طبعا الخدمات، أنا تفاجأت ما شاء الله التقرير وافي. طيب تقريبا في معلومات، أنا ودي تكلمنا أكثر يعني عن الخدمات اللي موجودة، وأيضا لو تكلمني عن الأشياء اللي تحتوي، الأشياء اللي تختص في هذه الحديقة بالذات عن الحدائق الثانية. يعني هي طبعا الحديقة في الأصل أنه حاولنا أن يكون يعني طبعا بالتنسيق مع إدارة هندسة المباني في هيئة الأشغال العامة، أن تكون الحديقة تحاول أنها تغطي كافة فئات الأسرة. يعني ممكن يدخل الشاب، يدخل كبير السن، يدخل الطفل، يستمتع في الحديقة ويقضي فيها وقت ممتع، سواء كان من مكان صلاة، مطاعم، بالضبط يعني قهاوي، كل شيء موجود. طبعا يعني اول ما تدخل عباره عن نافوره كبيره فونتن، هذه تعطي يمكن منظر جمالي، زائد المسطحات الخضراء اللي يعني يمكن احنا يعني نتشوق انك انت تشوفها في حديقه، انه يكون عندك لاندسكيب كبير. الاشجار طبعا عندنا اشجار، ما منها الاشجار الجديده ومنها ما كان موجود في الحديقة السابقة. يعني عندنا بعض الشجار نفس القرط عمره الحين 32-33 سنة، عادة موجود. فلذلك يعني حتى يضفي قيمة حق الحديقة. من الصعب أنك تدخل في حديقة منشأة جديدة وتلقى فيها أشجار قديمة. في بعد لفت انتباهنا في التقرير اللي هو الشبك العود، شبك طيور. أي شبك طيور، وذكر ذكر في التقرير أن الشبك بيكون فيه الطيور القطرية أو من البيئة القطرية. أي نعم، طبعا هذا بالتنسيق مع وزارة البيئة. عادة إحنا أنها تكون الطيور في القفص وأنت تشوفها من برا، وعادة يكون محدود.
فكانت الفكرة أن أنت تعمل قفص كبير تدخل أنت تستمتع حتى الطير يدخل داخل، تدخل داخل وتشوف الطيور وهي الطير، طبعا في يعني مياه موارد مياه وفي كذا، فأنت تدخل داخل تعيش جو يعني للطيور والطير يعني تكون محاكية للطبيعة نوعا ما. بالضبط بالضبط. فيعني فيها وبعدين فيها أفكار جديدة دائما، كل حديقة حلو أنك أنت تضيف لها فكرة جديدة تميزها عن باقي الحدائق، حتى أكثر أكثر منهم يستفيد إذا دخلوا اللي هواة التصوير. صحيح أكيد ما في شك، ما شاء الله الحين كل ما شاء الله بكاميرته يعني هو الحين ما عاد أحمد الحين ما عاد الكل بكاميرته، بس يعني الحين عالم التكنولوجيا والتلفون يعني خلاص كل واحد عنده كاميرا متنقلة. بالضبط هذا الفكرة يعني حتى تليفون في كاميرا. نعم صحيح. أنا ودي أسألك طارق يعني الحين بالنسبة الحديقة أكيد راح تكون إضافة يعني لمنطقة الخور وذخيرة، ولكن يعني هل وجود بعض الخدمات اللي تميزها مثلا أنتوا حطيتوا شيء أشبه مبنى أشبه بالكهف، شنو هي الإضافة اللي راح تضيفها لهذه الحديقة بالذات؟ هو طبعا يعني خلنا نتكلم الحديقة تكون مميزة بالأفكار الجديدة اللي فيها. نعم. طبعا اللي هي منطقة الكهف هذه بيكون فيها عرض حيوانات، وكان التشديد والترتيب مع الجماعة في وزارة البيئة أن معظم الحيوانات الموجودة أو إذا ما كانت كلها أنها تكون من البيئة القطرية. البيئة القطرية. ما نبي نجيب يعني حيوانات تكون مستوردة لأنها هي مش حديقة حيوانات. حتى بيكون بتكون صعب العيشة عليها. بالضبط. الحيوان اللي يكون من نفس البيئة يعني يصبر عليها ويتحمل. صحيح. أنتوا بعد يعني ما شاء الله يعني بعد في 2022 بيقام في نفس المكان المنطقة اللي هو أحد مباريات كأس العالم. كأس العالم. نعم. في 2022 إن شاء الله. هل جانب إن شاء الله تعالى تكون حتى حديقة موجودة ووافية؟ هو طبعا خلنا نقول توجه الدولة والمسؤولين فيها حاطين في الاعتبار أنك أنت تطلع من جو الدوحة أن تكون مركزة فيها كافة الخدمات وتصير الخدمات على مستوى قطر كلها، يعني حتى لو بغينا نروح الخور في متنفس موجود. بالضبط. بنجي بنروح الوكرة بعد بنلقى فيها متنفس، وهذه صحيح. الفكرة أنك أنت تسوي الخدمات. نعم. في كافة مناطق الدولة بحيث تخدم يعني أهالي المنطقة نفسها، تخدم أهالي المنطقة يعني. نعم. وتخدم حتى أهل قطر يعني تحيي المنطقة. بالضبط. نعم. صح. طيب طارق أنا ودي أسألك يعني لفت انتباهي أحد الأسئلة أن في إنشاء أيضا يعني لمتحف وقاعة للمحاضرات، يعني الحدائق العامة في الغالب يعني تكون مختصة في المتنزهات اللاندسكيب الأماكن المفتوحة، ولكن وجود قاعة للمحاضرات ومكان يعني أشبه بالمتحف شنو يعني شنو المقصد من وراء ذلك؟ هي طبعا الرسالة اللي تبغون احنا يعني الفكرة ان دائما احنا ناخذ يعني كأن الحديقة فقط للترفيه. نعم. ايش اللي يمنع انه يكون فيها ترفيه واستفاده؟ نعم جو ثقافي. يعني بالضبط معرفة. يعني انت الان ابنك يجي يشوف اجلك الله حيوانات من البيئه القطريه، يدخل ياخذ معلومات عن بلاده. صح. مثلا المراكب البر البحر كذا. وتكون هذه كلها في قاعه مغلقه. نعم. التوجيه حتى عندنا في إدارة البلدية أن يكون عندنا مرشدين مرشدات موجودين داخل. ما تكون الحديقة عبارة عن شخص فقط يكتشف، بيكون فيه إرشاد موجود يوجهك، وحتى نحاول أن احنا نضيف بعض الخدمات مع بعض مؤسسات المجتمع. ممتاز. بما فيها طبعا حتى يعني خلنا نتكلم حتى في الخدمات البسيطة ممكن نشرك فيها الأسر المتعففة. نعم. بعض مؤسسات المجتمع أنها تشارك. صحيح. في فعاليات الحديقة. نعم. احنا دهنا الوقت المهندس طارق، لكن نبغي نسألك عن التنسيق بين إدارة الحدائق العامة ولإنشاء حديقة أولمبية عالمية. نعم. وين وصل التنسيق بينكم وبينهم؟ هل قربتوا تنتهون؟ هل بديتوا؟ هل خلصتوا؟ هو طبعا يعني الفكره كانت ان الاستاد البيت اللي هو الاستاد اللي بيقام عليه كاس العالم في 2022 انه يكون تحتاج بعض المرافق المضافه لها، انه يكون من ضمنها حديقه تقريبا تؤلف من في حدود مساحه 85 الف متر مربع. الفكره من الحديقه انه يكون اول شيء تغطي جانب المسطحات الخضراء، ومن ضمن التوجيه انه طبعا يتم زياده المسطحات الخضراء في المنطقه، زائد الى هذا انه تضيف حق الضيوف اللي بيقدمون عندنا في 2022 نوع من يعني الشيء المقارب ل
للفعاليه اللي بتصير، وستبقى الحديقه طبعا لها القطر ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. مهندس طارق التميمي، مدير اداره الشؤون الفنيه ببلديه الخور والذخيره، شكرا لوجودك معنا في برنامج ترحيب، وشكرا على ما تقدمونه لهل الخور والذخيره وهالقطر بشكل عام. واشكركم على الاستضافه، والله يوفق ان شاء الله. الله يجزاك خير. الله يحييك. اذا اعزائي المشاهدين راح نتابع معاكم بعد الفاصل. قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة يدشن فعالية جولة تفتيشية مع الصحافة لرصد المخالفات، ابقوا معنا.